شاهد فضي نفسك في ليلة راس السنة مع ياسمين عز. حلقة النهاردة تقدروا تقولوا عليها حلقة ترند. أمير الغناء. مش عذر إن أنا أشغل حد يغني النوعية الهبطة دي من الأغاني عشان أكل العيش. وسفير الطرب. وأتسع كده كل الأغاني وروح مشاور على دي. سهرة. قال لي هي دي. كلها مزيكا والضحك فيها. أنا جاي وعامل حسابي بضحك. موزون على السيكا. أستاذ هاني شاكر لو قرر يغني اليوم من أيام الأسبوع ممكن يختار يوم إيه؟ الأربعاء إن شاء الله. هاني شاكر، أحمد سعد في ليلة الخميس. الليلة 11 مساء على NBC مصر.